شيخ محمد، بعض الآباء والأمهات الذين يمنعون البنات بناتهم من الزواج ويقولون إنهن غير قادرات على تحمل أعباء الحياة وأنهن صغيرات، توجيهكم لهم شيخ؟ إذا كنا صغارا صح، يعني لها 10 سنين مثلا، لكن من الرجال من يمنع ابنته أن يزوجها ولها 20 سنة أو 25 سنة ويخطبها من هو كفء في دينه وخلقه وماله ومع ذلك يمتنع. وهذا الرجل قال العلماء إذا كرر المنع 3 مرات صار فاسقا، فاسقا لا تصح ولايته، بل ولا يصح أن يكون إماما في الناس على رأي بعض العلماء، ولا تقبل شهادته لأنه كان فاسقا. وأما إذا منع مرة واحدة فإنها تسقط ولايته، بمعنى أن نعدل عنه إلى ولي آخر يليه فيزوج سواء رضي الأب أم لم يرضى. مثال ذلك، رجل له بنت لها 20 سنة، خطبها كفء في دينه وخلقه وماله وجميع أحواله، فأبى أن يزوجها، وهي تقول زوجني يا أبي، يقول لا. نقول يبقى ويزوجها أخوها، فإن أبى أخوها أن يزوجها خوفا من أبيه يزوج عمها، فإن أبى عمها أن يزوجها خوفا من أخيه يزوجها ابن العم، فإن أبت القرابة كلها أن تزوجها زوجها القاضي. ولا بد، ولا تبقى النساء عوانس علشان من أجل تعنت هؤلاء الأولياء الذين لا يتقون الله ولا يخوفون الله. وقد حدثني من أثق به أن رجلا كان يمنع بناته من النكاح، فمرضت إحداهن إما من القهر أو مرض الله أعلم بسببه، ولما حضرتها الوفاة وعندها النساء قالت بلغ أبي سلامي وقول له إني أنا خصمه يوم القيامة، حرمني شبابي وحرمني أولادي فأنا خصمه يوم القيامة. والله إنها كلمة عظيمة عظيمة عظيمة. وكل إنسان هذا مصيره، إذا منع ابنته أن يزوجها من هو كفء في ماله وخلقه ودينه وهي تريده فهو آثم. وكما قلت إن العلماء يقولون إذا تكرر منعه 3 مرات من 3 خطاب أكفى صار فاسقا، ليس له ولاية ولا تقبل له شهادة ولا يكون إماما في المسلمين في الجماعة، هكذا يقولون بعض العلماء. فالمسألة خطيرة. ثم ما يدريه، لعل هذه المرأة البنت يحملها الشيطان يوم من الأيام وتقضي شهوتها بغير ما أحل الله.